برحب بحضراتكم مرة تانية. وخلاص الحقيقة ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن مباراة مصر وتوجو على استاد القاهرة الساعة 9، وطبعا بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر. معايا نجم النجوم كابتن عادل طعيمة، طبعا نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر كمان السابق. هنتكلم معايا على المنتخب وعلى النادي الأهلي طبعا والنهائي الإفريقي. منورني يا كابتن عادل. أهلا بيك، أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. خليني أبدأ معاك يا كابتن، يا كابتن من طبعا مباراة توجو، يعني مباراة النهاردة مهمة جدا ولا بديل عن الفوز، شايف إزاي المباراة دي فنيا؟ ما فيش شك انه اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البدايه بنعذر الكابتن حسام والجهاز الفني، كان الماتشين اللي قبل كده كان في ظروف، ما كانش لسه المنتخب كان في حاله ما كانتش زي دلوقتي. الحمد لله دلوقتي الاهلي والزمالك وفي حاله فنيه عاليه ووصلوا للنهائي الافريقي، وبالتالي الماتش بتاع النهارده والماتش بتاع يوم الثلاث اعتقد هم عاملين حساب كويس قوي، واحنا عندنا بفضل الله من العناصر اللي تؤهلنا، مش ان احنا نكسب توجو، لا احنا عندنا من العناصر مع الجهاز الفني ان احنا ناخد بطوله افريقيا. لان العناصر كلها الحقيقه في كل المراكز في اكتر من عنصر وكلهم على اعلى مستوى. يعني النهارده في غياب محمد صلاح، ان شاء الله طبعا محمد صلاح قيمه وقام وحاجه جميله جدا، لكن برضو اللي موجود ان شاء الله بيسد، واعتقد انه المدير الفني حسام بيبقى عامل حسابه دايما باستمرار، ما بيعتمدش على واحد.